الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور الكريم، الإخوة الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنبر السلفي بعنوان مصادر التلقي، والشيخ عبد الرؤوف جزاه الله خير ذكر إنه مصادر التلقي عندنا نحن كمسلمين القرآن والسنة. فنحن كمسلمين بنشيل ديننا وعقيدتنا من القرآن الكريم والسنة. طيب، يلا نقطة إضافية لكلام الشيخ، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم من؟ بفهم منه؟ هل بفهم الصوفية؟ لا. لشنو؟ لأنه يا أخواننا الصوفية بيفهم القرآن الكريم أو بيفسر القرآن الكريم تفسير خاطئ. ونديكم نموذج، وده على سبيل المثال للحصر. الصوفية عندهم واحد اسمه محمد المنتصر الليزيري، ده بيجوز الشرك وبيجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. جاب له آية عديل من القرآن من سورة الحديد، قال ربنا قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال نظرة ومدد وكذا وكذا، قال بيجوز، ما في حاجة. وده يا أخواننا ده مشهد من مشاهد يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا فيه حال المنافقين يوم القيامة بكون كيف، عشان نحن ما نعمل زي أعماله. وعلى أساس الكلام ده، على أساس كلام محمد المنتصر اللي زيك ده، الصوفية جوزوا دعاء غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده الليلة بتلقى الكتب بتاعت المتصوفة بتنشر في الشرك، وده كتاب من هذه الكتب، ده كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، تأليف محمد عثمان الميرغني الختم، ده بتاع الطريقة الختمية. ده قال مريدي: لا تخش من أمر تخافه، إذا قلت يا حسن قال أتيت بسرعتي، قال وإن كنت في هم وكرب قال فنادني بيا مرغني قال أنجيك من كل شدتي. يا هندلو صفحة 109. فالقرآن والسنة ما بفهم المتصوفة، لأنه ده من الضلال. الزول اللي بينادي غير الله ده كافر. الدليل ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. القرآن والسنة ما بيفهم المتصوفة. طيب بيفهم منه؟ هل بفهم الإخوان المسلمين؟ لا. لشنو؟ لأنه الإخوان المسلمين برضو بيفسروا القرآن الكريم على هواهم وعلى مزاجهم. وبرضو نديكم نموذج ودليل. سيد قطب، وده أحد المؤسسين والمنظرين والزعماء بتاعنا الإخوان المسلمين اللي هم المؤتمر الوطني اللي هم الكيزان، ده شيخهم، ده عامل له تفسير للقرآن الكريم اسمه في ظلال القرآن، وعنده نسخة مصغرة اسمها التصوير الفني في القرآن الكريم. هذه لها قاعدة معانا نحن هنا، ده هنا جوا الكتاب ده بفسر القرآن الكريم بالموسيقى، فسر سورة النازعات وسورة العاديات وسورة النبأ بالأنقام الموسيقية، قال موسيقى عادل. فالقرآن الكريم والسنة ما بيفهم الإخوان المسلمين. ليه؟ لأنهم بيفسروا القرآن الكريم والسنة بهواهم. طيب، القرآن الكريم والسنة بيفهم أنصار السنة؟ لا. ليه؟ لأنه برضو ذيل بيفسروا القرآن الكريم والسنة على هواهم. وبرضو نديكم دليل. في واحد اسمه حسن أحمد الهواري، ده رئيس المجلس العلمي
لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، وده كمان ملقي منه زورا وكذبا وبهتانا، قالوا ده عثيمين السودان. وكذاب ساكت، تبي ركب لك مكانة ما حقتك ستة عليك الله بتشبه العثيمين انت؟ مش الناس بيقول لك، مش بيقول لك الزول ده بتاع وهمات، بس ده بتاع وهمات ذاته، ما حقتك تشبه ساكت انت؟ ده قال بجوز التعامل مع أهل البدع، دليلك شنو؟ قال ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال دي فيها دليل على انك انت تتعامل مع المبتدع، تجيب الصوفي بيجاي وتجيب الكوز بيجاي وتجيب التكفيري بيجاي وهو الانصار سنة ده يقعد بيجاي، قالوا عشان يتعاملوا مع بعض عشان يدفعوا الشيعة، ده باطل، هو مبتدع، مبتدع بيدفع لك مبتدع؟ انت بتحارب المبتدع بالمبتدع؟ وواحد من المفسرين، واحد من المفسرين الموثوقين ما أيد كلامه ده، ولا واحد فيه. التعامل مع أهل البدع حرام، ما بجوز. الدليل من القرآن ذاته، ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، ده في سورة الكهف، وربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال فتمسكم النار. فالقرآن الكريم والسنة ما بيفهم أنصار السنة ولا بيفهم الأحزاب اللافة دي، ما يقول لك أحزاب يمينية ولا أحزاب يسارية، ولا يقول لك جماعات، ولا يقول لك طوائف، ديل كلهم ضالين. طيب بيفهم منه؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وده الكلام ده جوا عين أي زول، عجبك ما عجبك تعال بعدين خشينا ناقش. الفهم بتاع الصحابة ده فهم راقي جدا، حتى إنه الإمام الشافعي رحمه الله، شوف كلام العلماء في الصحابة كيف قال، الله أسمع الكلام ده، قال هم فوقنا في كل علم ونقل ودين ونقل، قال ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، الرأي بتاعهم هم لينا نحن أحسن لنا من رأينا نحن لنفسنا. ليه؟ لأنهم يا أخواننا ناس الكلام بتاعهم ده صدر عن علم. حتى يا أخواننا إنه المسلم في الصلاة، المسلم في الصلاة لما يكبر أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنت قال اللي ربنا أنعم عليهم ديل منو؟ ديل الصحابة رضي الله عنهم. أنت بتسأل الله إنه يوفقك ويعينك ويسددك على إنك تستقيم على الصراط المستقيم اللي مشوا الصحابة فيه رضي الله عنهم. وربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما، قال فاتبعوه ولا تتبعوا شنو؟ السبل. الصراط المستقيم ده الصحابة مشوا فيه، أي زول ما بيمشي في الصراط المستقيم ده بيمشي طوالي بيوين؟ يمشي في السبل طوالي. مجرد ما انك انت تعمل لك تفسير براك وراي براك للقران والسنه، اعرف انك انت طوالي من غير ما في اي زول يقول لك انت زول ضال، اعرف نفسك انك انت خلاص فارقت المنهج طوالي، مشيت في السبل. وحتى يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى جعل كمال الايمان بما امن به الصحابه رضي الله عنهم. ربنا قال فان امنوا بمثل ما آمنتم به، قال فقد شنو؟ فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم. شوفوا الفهم ده كيف، الزول اللي بيتبع الصحابة رضي الله عنهم ده يا أخواننا هو اللي بيفوز في الدنيا وفي الآخرة، وده اللي بيفوز في الدنيا وفي الآخرة، وده اللي بيفوز في الدنيا والآخرة ثلاثة مرات وغيرها من المرات. يلا يا أخواننا، في ناس بيعترضوا على الكلام ده، بيقول لك يا أخي إنتوا ما تدونا فرصة معاكم، بيقول لكم إنتوا يا أخي إنتوا ناس متحجرين كده ليه يا أخي؟ بيقول لكم إنتوا من يا أخي من زمن الصحابة؟ بيقول لكم دارين تلزمونا بالكلام ده من قبل 1400
و44 سنة دارين تلزمونا بالمنهج بتاع الجماعة ديلك، ديل أصحاب الرأي وديل أصحاب العقل وديل المنظرين وديل الفلاسفة وديل يا إخواننا ديل الناس اللي بيستجيبوا للأهواء بتاعتهم، وديل ما بيجاملوهم ولا مجاملة لهم في الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو اتبع الحق أهواءهم قال لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون. الحق ده لو بباري الجماعة ديل السماوات دي كلها بتفسد والأرضين بتفسد وما كده وبس ومن فيهن الشغلان دي كلها بتبوظ. وربنا سبحانه وتعالى قال في الجماعة ديل قال فإن لم يستجيبوا لك يعني للحق قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله قال منو أضل من ده؟ ما في زول أضل من الزول اللي بيتبع أهواه. وكمان الواحد بعد ما يمشي ويحكم الهوى بتاعه يعني ما بيقبل راي، ما بيقبل رايك ابدا. وده مش راينا نحن، ده مش راينا نحن، ده الراي مش راي، ده ذاته ما يسمى راي، ده القول بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فالاراء والعقول الانسان يا اخواننا ما بيدخلها في النص. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تمام خير، الله قال لك أعمل كده أي تعمل، الله قال لك ما تعمل ما تعمل. الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الليلة لحنا البلاوي اللي بنعيش فيها هنا في السودان ده كله بسبب المخالفة للقرآن والسنة. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ديل الصحابة اللي بتجاوز الفهم بتاع الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ربنا قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الليلة عندكم نموذج هنا بس في السودان الخروج على الحكام المسلمين ده ما اجتهاد بتاع ناس. ليه نحن كمسلمين أو كشباب ليه نحن نترك كلام ربنا سبحانه وتعالى ونترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك الفهم الراقي بتاع الصحابة رضي الله عنهم ونجي نمسك في كلام السياسيين؟ الله قال ما تطلع. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وأولي الأمر منكم. ما يجوز لك تطلع. الله قال لك اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك الكلام ده بالواضح قال إنكم سترون بعدي أثر. الأثر العلماء قالوا هي الاستئثار بأمور الدنيا، يشيل القروش حقتك يشيل عديل ما يديك ليه بالواضح كده، يشيل حقك ده الحاكم ده يشيل حقك ما يديك ليه. إنكم سترون بعدي أثر قال وأمورا تنكرونها يعني في الدين يحكمك بغير الشريعة، يجيب لك القانون الهندي أو القانون الفرنسي أو غيره من القوانين أو القانون الفرنسي أو الهندي أو الإنجليزي خدته ليك ويحكمك به. الله قال ليك ما تطلع. الرسول قال ليك ما تطلع. وأمورا تنكرونها يعني في الدين. الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله فما تأمر من أدرك منا ذلك. الزول اللي بيدرك الكلام ده يعمل شنو؟ شوف الصحابة دي الناس فاهمين كيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم، الحاجة اللي حقته أداله، قال وتسألون الله الذي لكم. لو الخروج بيجوز
لو الخروج ده بيجوز، لو هو بجوز ولو هو صح، النبي صلى الله عليه وسلم مش كان قال لهم اطلعوا؟ لو هو صح مش كان قال لهم اطلعوا؟ ولا الرسول بيكتم الحق؟ ما بيكتم الحق. لكن يا اخوان المفاسد بتحت الخروج على الحكام المسلمين، المفاسد اكبر من المصالح، بل انه ما في مصالح ذات. طلعوا عشان تعرف انه المخالفه لفهم السلف الصالح دي نقطه من من النقاط بتحت المنبر ده، انه الناس لو يتجاوزوا الفهم بتاع الصحابه بيضلوا. شوف الناس ديل دارين يطلعوا. انت لما انت تطلع عندك ثلاثه امور بتعملها او اربعه. اول حاجه تتحقق من كفر الحاكم، الكفر البواح الصريح ما فيه شك، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا بواحا قال عندكم فيه من الله برهان، بعد خلاص يتبين انه زول ده كافر. اثنين قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تجهز ناسك، يعني انت مثلا الزول ده عنده أسلحة وعنده كده وعنده كده وعنده كده، انت طالع لك بحجر بديك طلقة انت بتموت وهو بكون قاعد في محلات. استفدت حاجة؟ ما استفدت حاجة. عشان كده ده بيبين لك الضلال بتاع التنظيمات اللي بتنتسب إلى الإسلام، زي تنظيم القاعدة وزي حزب التحرير، دارين يجاهدوا وما عندهم القوة دي، ما عندهم، دارين يمشوا يحاربوا أمريكا، فجروا مبنى التجارة العالمي وما تعرف وين بسبب أعمالهم دي، جابوا اسم الإرهاب ولتقوه في المسلمين، فاتوا خشوا أفغانستان وخشوا وين باسم محاربة الإرهاب. ده الفهم الخاطئ، ودي المجاوزة الحقيقية لفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة رضي الله عنه. بعد ما تتحقق من الكفر بتاع الحاكم، وبعد ما تجهز العدة بتاعتك، كمان في حاجة تانية أو تالتة لابد منك تعمل، اللي هي شنو؟ اللي هي أخواننا إعداد الرجل القائد المؤهل. يكون زولك قاعد بجاي هنا، مجرد ما نزلت الزول ده خطيته بجاي، تقعد زولك ده في محلاته. الحاكم الصالح، الأمير الصالح، عشان ما تجيب لك زول فاسد ويقوم يجوط الشغلان. زي الجماعة ده مجرد ما سقطوا البشير قعدوا حمدوك بجاي. طبعا عمك ده برضه بتاع مكانات ذاته، شفتها؟ مجرد ما مسك بيربط الكرافتة بتاعته دي ويجي يركب في المنصة كده ويقول لهم نحيي شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر، وسنعبر وسنصمت وسننتصر. بس جماعة طبعا ما بقولوا كده، الشغلانة بتقرا فيهم طوالب صدق واحدين بيبكوا كده، ويقول لهم انتوا شهداء، يقول للناس اللي ماتوا ديل شهداء. انت الشهاده دي ما دايره؟ انت الشهاده دي ما قلتوا سمحه، الشهيد قالوا بيمشي وين؟ قالوا يمشي الجنه. نحن عندنا كمسلمين الشهيد اللي بيموت في الجهاد الحقيقي ده بيمشي الجنه، لكن شهيدكم ده بيمشي وين؟ زول طلع في الشارع، طلع هو مخالف لله ومخالف للرسول، ده طلع عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولوا في الجنة طوال، ده كذب وده من الغش للمسلمين، وده عشان يودوا أبناء المسلمين يموتوا وهم يقعدوا في السلطة هناك. ده يا أخواننا ناتج عن شنو؟ ناتج للفهم الخاطئ للكتاب والسنة اللي هي مصادر التلقي. عشان كده الليلة أي زول وأي فرقة وأي جماعة وأي حزب وأي طائفة بتحاول إنه تدخل فهمه في القرآن والسنة وتلوي أعناق النصوص لغير الفهم الصحيح، دي بتضل طوالي. أنصار السنة دل في البداية ما كانوا ماشيين كويس، في البداية كانوا ماشيين كويس، ضلوا ليه؟ ضلوا لأنه أخواننا بدوا يتنازلوا عن الفهم الصحيح للقرآن والسنة. فده يا أخواننا ده مصدر من مصادرنا نحن، وده يا اخواننا ده من الموضوع المهم جدا اللي في محورنا ده، انه الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، ما بالراي ولا بالعقل ولا كمان يا اخواننا باللغه. في ناس بيتفلسفوا بيقول لك يا اخي القران والسنه، يقول لك يا اخي نحن نفهمها باللغه العربيه. اللغه العربيه دي ذات اللغة العربية دي الحاكم عليها
الحكم الشرعي. الحكم الشرعي نافذ على اللغة العربية ذاته، عشان ما في واحد يجي يقول لك الطيب ما تعرف مين كده الطيب صالح، يقول لك ده من العلماء بتاعين اللغة العربية أديب، وما تعرف يقول لك الفاتح ذاك المفسر القرآن الكريم بتاعهم ذاك، يقول لك ده برضو البروفيسور ما تعرف مين كده، يقول لك ده مفسر للقرآن وعالم باللغة وكده. اي احنا ما عندنا اشكالية، لكن ما يدخل لنا عقله في القرآن وفي السنة عشان ما يضلل الناس. واعلموا يا اخواننا انه اي زول بينتهج غير المنهج ده بيضل هنا في الدنيا، وده يهول بيسبب كل هذه الانشقاقات وكل هذه التشرذمات وكل هذا التفرق للمسلمين. التفرق ده ناتج عن شنو؟ الليلة مش نحن متفرقين؟ امسك الصوفية كم؟ صوفية كم؟ والجماعات كم؟ والاحزاب كم؟ والطرق كم؟ والطوائف كم؟ ده ناتج من شنو؟ ما نحن كلنا مسلمين، المصدر بتاعنا القرآن والسنة، إلهنا واحد. ما نحن ما نتوحد، ليه نحن متفرقين؟ متفرقين لأن الناس ما دارين يقعدوا في الواطة دي ويحكموا فهم السلف الصالح. في ناس بيفهموا القرآن الكريم ده غلط، الكيزان بيشيلوا الصيغ عرفتها ويشيلوا السواطير والحاجات دي، يقول لك وأنزلنا الحديث في باس شديد عرفتها، بيجيب دق الطلبة فرتقهم جماعة فهم القرآن الكريم غلط. التكفيريين إذا الحاكم ما حكم بالشريعة الإسلامية بكفروه طوالي، يقول لك ده كافر، وهو ذاته تلقاه ما بطبق الشريعة الإسلامية في نفسه وذاته ما بتلقاه. يعني أي زول يا أخواننا خالف نص من القرآن الكريم ده كافر. الليلة الناس اللي لخبطوا الدين، ودي نقطة استغلوها الشيوعيين والعلمانيين والبحثيين وغيرهم من أعداء الدين عشان يضربوا الدين، يقول لك يا أخي، يقول لك شايف، يقول لك ديل ناس الدين، يقول لك شايف ناس الدين بيعملوا شنو، يقول لك الكيزان ديل، يقول لك موجود الدين الدين تحكمونا به، يقول لك شوف ناس الدين عملوا شنو، يقول لك نحن ما دايرين الدين ذا. عشان كده قوى الحرية والتغيير لما جاءت البلد دي بالخط الكبير قالوا لا مجال لدولة دينية في السودان، قالوا ما دايرين الدين. لشنو؟ لأنه في ناس باسم الدين بيعملوا جرائم وبيكفروا الحكام المسلمين وبيجوزوا الخروج عليهم. يا أخي الزول لو حكم بغير ما أنزل الله، لو حكم عديل بغير ما أنزل الله، إنت ما بتكفروا إلا بيطبق إلا بعد تقع أربع شروط، ما يجوز لك تطلق على الكفر. وما يتل بتكفروا ذات بيكفروا العلماء. الشرط الأول يا أخواننا من الشروط اللي بيكفر بها الحاكم الجحود، يقول نحن ما دايرين شريعة إسلامية مرة واحدة، يجحد عديل، يقول نحن والله دايرين القوانين الوضعية دي ودي ما دايرنا، ده جاحد. وإنت ما بتكفروا إنت ليه؟ بيكفروا العلماء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر قال فقد باء بها أحدهما، قال فإن كان كما قال وإلا شنو؟ حارت، أي رجعت إليه. كانوا ما كافر بتكفر أنت، وإنت قد تكفر وإنت ما عارف ذاته. الجحود. الشرط الثاني التفضيل. وجاء يا أخواننا الكلام ده أنا قلته كله لشنو؟ لأنه يا أخواننا الناس دي بيفهموا المنهج القرآن والسنة اللي هي مصادر التلقي عندنا كمسلمين بغير فهم الصحابة رضي الله عنهم. احنا دايرين نبين انه الناس دي يرجعوا عن افهامهم دي. الحاكم بيكفر بالجحود وبيكفر بالتفضيل اذا فضل القوانين الوضعية دي على الشريعة الاسلامية، قال دي احسن، قال احسن كده، ده هنا بيكفر. وما بتكفروا انت ولا بكفروا انا، بكفروا العلماء. الجحود، التفضيل، المساواة، زي الزول اللي بيقول لك حكمي وحكم الله واحد كده، يقول لك ديل الاثنين واحد، ده هنا بيكفر. وما بنكفر نحن، بيكفروا العلماء. الليلة الناس اللي خرجوا باسم الدين وكفروا الحكام المسلمين عرفتها،
الشيوعيين والعلمانيين والبعثيين وغيرهم استقلوا الفهم الخاطئ ده عشان يضربوه الدين. نحن بنقول لهم ده ما الدين. دين بتاع جماعة ده ما الدين. الدين الحق انك انت تفهم القرآن وتفهم السنة بفهم السلف الصالح. وحتى ديل ذاتهم الناس اللي بيعادوا الدين، انت بتعادي دين ليه؟ دي كمان نقطة مهمة جدا، انت بتعادي وليه؟ انت عارف بيعادي الدين ليه؟ لأنه يا اخواننا وذاته فهمه غلط. والله يا اخواننا أنا متأكد تماما لو العلمانيين أو الشيوعيين ديل لو جو كده برواقة وقعدوا قروا القرآن وقروا السنة والتفسير الصحيح للقرآن والسنة، والله الناس اللي يهتدوا. زول بيرفض الدين عشان أسلوب بتاع ناس، يقول لك أنا ما داير الدين ده. ليه؟ يقول لك لأنه الجماعة ديل كرهونا في الدين. طيب إنت الزول ده غلط، إنت داير تغلط زيه؟ يجي عادي جدا يقول لك أنا ما بؤمن بوجود الله، زي الكلام اللي ذكره لك الأخ أخونا شيخ عبد الرؤوف، بيجي بيقول لك ده المايك، إذن المايك ده موجود. بيجي يقول لك دي الكاميرا، إذن الكاميرا دي موجودة. بيجي يقول لك دي السماعة، إذن السماعة دي موجودة. بيقول لك بتحكم ده وينه؟ لله. ده النقاش بتاعه لو أنت قلت لي والله قال والرسول قال، بيقول لك يا زول لا الله قال والرسول قال. لو قلت لي الصحابة قالوا، بيقول لك يا زول الكلام ده كله ما بينفع. ده أنت بتناقشه بالعقل، وإنت ذاتك كمسلم إنت ما بتقدر تناقشه بالعقل إلا أول حاجة تكون إنت عندك الحجة وعندك البرهان من القرآن والسنة. فما أي شيء، ما أي شيء المسلم ما رآه بعين المجردة يعني هو غير موجود. ما في. هسي لو جبنا زول، لو جبناه ذاته اللي بينكر وجود الله ده، بنقول له إنت كده نسبك منه، بيقول لك أنا فلان وتفلان 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 وتفلان. طيب فلان الخامس ده انت شفته؟ فلان الخامس ده جدك ال 14 ولا 13 ده شفته؟ بيقول لك لا. تقول لي اذا تبتؤ من بوه كيف؟ يقول لك ما ورانا ابوي. طيب اروح لابوك اقدر انكر جدك ده قدام ابوك هناك؟ يقول لي طبعا والله يا ابوي انا ما بؤمن الا بالحاجه اللي بشوفها بعيني. لو قلت كلامك ده هناك طبعا ابوك ده ما بيعرف، ما بيديك ايه ولا بيديك حديث، بيجيب العكاز طوالي، بيقول لك قلت شنو؟ بنجمك طوالي. في ناس ما بينفع معانا الكلام ده. ليه؟ لانه يا اخواننا ده حاول يلوي اعناق النصوص. واي زول يا اخواننا بيدخل فهمه في القران والسنه ويحاول انه يفهمه بغير الكتاب والسنه ده بيضل. واول من ضل ابليس. إبليس ده ضل ليه؟ إبليس ده قال بالرأي. لما ربنا قال له أسجد لآدم قال شنو؟ قال أنا خير منه. ده ما رأي وده ما قياس. وهل هو أفضل من آدم عليه السلام؟ ما أفضل. آدم خلق من طين. الطين العلماء قالوا فيه السكينة وفيه النفع وفيه عدم الطيش، وإنت بتنتفع منه. قالوا أما النار ففيها الطيش وفيها الإحراق. عشان كده إبليس ضل عشان دخل العقل بتاعه. وفرعون كذلك. فرعون ده قال ما أريكم إلا شنو؟ ما أرى. قال أنا برى، زي الجماعة اللي هسي بيقولوا هنا ديل، يقول لك أرى وأفتكر ويمشي قدام يقول لك أعتقد ويرجع ورا يقول لك وصولا إلى مرحلة اشتغل زي الأمجاد ماشي وجاي راجع. هنا إن شاء الله الاسلوب بتاعك عرفته خش بعدين. ده القدوة بتاعته فرعون. فرعون ده جابها ديمقراطية. شيوعيين القاعدين ديل تقالين ما عندكم يعني، تقالين ما عندكم يعني ناس سلف؟ نحن مش عندنا سلف. أي سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم. انتوا برضو عندكم سلف، انتوا ناس فرعون وناس أبو لهب. والصوفية ديل طبعا تابعين للجماعة ديل سبوا لها وديلك بالمناسبة يعني أحسن من الصوفية. برضو ده محور للنقاش يعني للصوفية. الجماعة ديلك أحسن منكم. ناس أبو جهل، ناس أبو لهب. ولعله أنا أختم بهذه الكلمات. ناس أبو جهل وناس أبو لهب وناس عقبة ابن أبي معيط وغيرهم من المشركين. ديلك
افضل من ديل. نحن دي برضو بنخليها ما بنبين فيها، بنخليها كمحور كده الحوار والنقاش. ويا اخواننا يا ريت، ونحن بنتمنى من الناس المداخلين لما نجي يخشوا هنا، يا اخي كلمنا عن العنوان ده، مصادر التلقي، الكلام اللي بيقولوه المشايخنا، ترى يكفوا شنو العنوان بتاع المنبر ده، القران والسنه والصحابه وكده، انت عندك فهم احسن من ديل. انا بكتفي بهذا الكلام واقدم الشيخ عبد الحليم ابشوكي واصي.